مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من أمام محكمة الاستئناف. التي أمرت النيابة العامة بهذه المحكمة، محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء وشخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخص. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون. وأضاف البلاغ أنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق في الحق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجرى التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم. وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء وشخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع ذلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم. وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه. إذا كان هذا بلاغ صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حول فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء وشخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى.